السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومن برنامجنا وبرنامجكم كلمة فاصلة. حلقتنا النهاردة خفيفة جدا على ضيوفنا إن شاء الله وعلى مشاهدينا وعليا أنا شخصيا، حلقة إن شاء الله ممتعة وجميلة. كان معانا قبل كده في حلقة من الحلقات برنامجي الشاعر علي جلال، اتكلمنا عن الشعر وعن أنواع الشعر. النهاردة برضو هنتكلم عن حاجات تخص الشعر، ومعايا برضو موهبة عمر، موهبة جميلة جدا ما شاء الله عليه، ربنا يا رب يبارك في صوته وينمي موهبته أكتر من كده، لأن هو ما شاء الله عليه يستاهل. هو حاصل على أكتر من التكريم وآخر تكريماته. طبعا أنا ببارك له ألف مبروك يا عمر على المركز الأول، على حصوله المركز الأول على المستوى الجمهورية في الغناء والعزف. طبعا ارحب بضيوفي، اهلا بحضرتك استاذ علي. انا فندم زي حضرتك. طبعا حضرتك مشرفني اللقاء التاني لينا، يا رب دايما كده معانا ان شاء الله. ده شرف ليا والله، شرف ليا. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا هتسمعنا حاجات حلوه من صوتك النهارده وتسمع مشاهدينا. ان شاء الله. طيب عرفني يا عمر، انت كده ان شاء الله بامر الله ده اول لقاء ليك تلفزيوني مظبوط؟ بس مش اول تكريم ولا اخر تكريم ان شاء الله. لا ان شاء الله. حصل انت كرمت قبل كده. طيب استاذ علي، طبعا حضرتك كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، اكيد متابعين برنامجنا عارفين ان احنا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن ترويج الاشاعه على السوشيال ميديا او ايا كانت طريقه الترويج للاشاعه. وجهه نظر حضرتك ايه؟ لان المره اللي فاتت حضرتك اتكلمت عن وجهه نظرك وسمعتنا حاجه من وجهه نظرك وطلعتها بالقاء شعر، وحابه النهارده برضو اسمع وجهه نظرك والقاء شعر. والله بصي، انا اولا سعيد ان انا مع حضرتك. ثانيا هي القصه كلها قصه اشاعات مش هتنتهي ومش هتخلص. دايما الكيان الناجح او الحاجه الناجحه الناس واعداء النجاح عامه شغالين على الهد. انا مش هتكلم كتير ولكن هرد بس واقول حاجه واحده بس. هقول ان انا حصل قدام موقف بس بين اتنين سوريين، ده كان مؤيد وده كان معارض، ولكن في النهاية الاتنين فين دلوقتي؟ لما جت الخراب وجي الخراب لا كان مع مؤيد ولا كان مع معارض. ولذلك أنا أقول حاجة بس بسيطة كده وأوجهها ليهم. هقول ادعم بلدك، ادعم بلدك وادعم جيشك، وما تسمعش لشر الناس، غيرك دمر وطنه بإيده، خرب بلده، قسم جيشه بين الناس فانداس، بكره هتحلى بامر المولى، ومهما هيحصل برضه هيفضل ليكي يا غاليه خدي مداس، ومهما هيحصل برضه هيفضل ليكي يا غاليه خدي مداس. حاجة جميلة جدا يا استاذ علي، ورد مناسب جدا لترويج الاشاعات، ان احنا ما نسمعش او ما نجريش ورا الاشاعات. ادمان يا جماعة، ما شفناش بعنينا وسمعنا بودنا لا نقول ولا نروج اي اشاعة ايا كانت. هنقل سؤالي لعمر. عمر، انت بدأت غنى من امتى؟ من وانا صغير، يعني من كيجي تو كده. ما شاء الله. انت في سنة كام دلوقتي يا عمر؟ داخل اولى اعدادي. طيب حابب تسمعني ايه؟ اكيد لازم تسمعني حاجه وتسمع مشاهدينا برضو. ممكن اسمع حضرتك كده قلبي. اتفضل لشيرين. ما شاء الله عليك. اتفضل. كده يا قلبي يا حته مني يا كل حاجة حلوة فيا، كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك،
مش هحكي ليك عن حاجة تعباني، يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. مش فاضل لي من غير حبة جروح. مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. الله عليك، ربنا يبارك في صوتك ويتشجع واكبر اكبر من كده كمان، لان انت يجي منك. استاذ علي، من وجهة نظر حضرتك طبعا كل حاجة دلوقتي المعتاد ان هي بتتغير، نعم، والأسوأ للأسف يعني، بس موضوع ان علاقات زمان وصداقة زمان والحاجات اللي هي كان ليها ذكريات حلوة، من وجهة نظر حضرتك ايه اللي اتغير دلوقتي؟ ومن وجهة نظر حضرتك تنقلهولي بصورة او بكلام في الشعر، اتفضل. والله هي الحياة العملية أخذت الناس، وكل ما الناس بتكبر كل ما الهموم والدنيا بتاخدهم وتلهيهم أكتر. فلذلك أنا مع آخر صديق أو آخر صاحب كان مسافر وكنا خلاص يعني اتفرقنا، فأنا كتبت حاجة اسمها فاكر يا صاحبي أيام زمان. تفضل. فاكر يا صاحبي أيام زمان، وحلمنا وياريتنا ما حلمنا، حلمنا ياما نبقى شباب، نرتاح من المذاكرة وهم الكتاب، نبص لإخواتنا الكبار ونقول يا إمتى إمتى يدور بينا الزمان، وهم الحياة عندنا طابور الصبح ويومين الامتحان، ونجحنا وياريتنا ما نجحنا، وكبرنا وياريتنا ما كبرنا، وهو دار ضربينا الزمان. أدينا في العشرين وكنا لما وصحبة متجمعين، فاكرنا لما ضد الطوفان أتار الزمن أحكامه أقوى من 100 طوفان، بقينا في 1000 وادي، اللي سافر واللي شرد واللي تكبر واللي مرض، وهو دار ضربينا الزمان. كنا زمان نلعب ونجري ونسهر ونحكي ونعيد في الحكاية 1000 مرة ما تشبع، وبعد ما نحكي نرجع نزيد ونجري الساعات ونعد الليالي للحصة الأخيرة في يوم الخميس، ويوم الخميس نروح بيوتنا ونرمي شنطنا ونطلع نهيص، عشان ليلتها لحمة وفرحة بلمة وزحمة، نعيش تعبنا نغسل تعبنا بفرحة لبكرة، وننده شبابنا يا إمتى يا بكرة هيدور الزمان، ونمسك في شمسك يا جمعة أمانة عليك تستني ولو ساعة كمان، ده سبتك يا بكرة هنرجع نذاكر والهم اللي كان، طب يلا نجري نجهز سحور، ده بكرة قاله أول فطور، تراوح نصلي ونصوم للغفور، فالزورة لنلي ومقلب يدور، الكل صايم والكل راضي يا زنت الشهور، ونعد الشهور للعيد الصغير والعيد الكبير، وتجينا وقفة بكراها عيد، والست تغني يا ليلة العيد، وإنما ننعس بلبس الجديد، قميصنا مشجر وعباية حرير،
الفرحة جوانا زي المطر، والقلب بين الضلوع من الفرحة يطير، وتصحى تكبر وتصحى تغني كم إنك أمير. يا عيد النهاردة أمانة عليك هسألك، الفرحة مالها طعمها مرر؟ جاوبني وقال لي يا صاحبي همك من فرحتي أكبر، ارجع صغير إذا كنت تقدر. فاكر يا صاحبي زمان عيدك أيام زمان؟ همك مصروف ولعبة كان، واللي كان في غابة الدنيا ما عاد له مكان. يا صاحبي هنصحك عيش حياتك من غير بطر، وارضى بحياتك والقدر، ده الرضا دوا من تهة الزمان. اتعلم قصة وخد فكرة ونظرة لبكرة، عيش كل ثانية عيش كل لحظة، بدل ما ترجع تقول يا ريت اللي كان مكان، وتعيش في وهم اللي فات وتنسى يومك وتزيد همومك، وبيك بدونك هيدور الزمان، وبيك بدونك هيدور الزمان. ما شاء الله عليك. والله طب ما هي يعني استاذ علي كنا كملنا الشعر بنفس البهجه والفرحه اللي في اول الشعر، ليه ختمناها ليه ختمناها كده؟ هي الذكريات. بص هي حضرتك كنت بتلقي الشعر، والله العظيم قسما بالله انا يعني فجوه كده زمنيه جات لي، يعني انا مبسوطه جدا من حضرتك معايا، ومبسوطه ان حضرتك اشعارك العاميه بتوصل للناس بطريقه مبسطه، بخلاف يا جماعه التغيير اللغوي او النطق نفسه ده بيغير كتير من الشعر يا استاذ علي. الشعر المهم ان اللي بيلقي الشعر يكون متقن اللغه اللي هو بيلقي بيها، وخصوصا العاميه. انا لما بتكلم كشعر بتكلم باللغه اللي انا فيها، اللي انا طالع منها، اللي الناس اللي حواليا يفهموني، واللي انا اعرف يكون طالع من جوايا الكلام. هي دي الفكره في الشعر، غير الشعر الفصحى. الفصحى انت مرتبط بقواعد ومبادئ للغه العربيه، لان التشكيله بتغير، والهمزه والضمه. الشعر العامي شعر المكان تلقائي، اللي يعني اللي هو اللي بيطلع من القلب، كانك بتكلم واحد صاحبك او حوالين. تمام. طيب عمر، مين اكتشف موهبتك يا عمر؟ ومين اللي شجعك ومين اللي ساندك ان انت تتحط للمراكز اللي انت بتتكرم فيها دلوقتي؟ اللي اكتشف موهبتي بابا وماما، واللي بيشجعني بقى ويخليني ادخل المراكز دلوقتي وكده بعد بابا وماما طبعا اختي ملك بتقعد كده تقول لك سمعني يا عمر، زي ما انا قعدنا بره كده تقول لك سمعني يا عمر كده، حاجات كتير بتعمل معاك كده في البيت. واهلي كلهم، جد وعمي وعمي التاني برضو، وعم اسلام وبابا محسن وعمته وتيتا وكل عيلتي. طبعا انا بحيي كل عيلتك ان هم بينموا فيك الموهبه دي، او بيشجعوك، ومش شرط ان هم يقدموا لك في مراكز، بس يكفي ان هم يقولوا لك الله على صوتك يا عمر، الله على عزفك. يعني ما شاء الله عليك يا عمر، انت بدل الموهبه موهبتين. تسمعني ايه طيب يا عمر وتسمع مشاهدينا؟ ممكن اسال عليا. ماشي شيرين، تاني اتفضل.
اسأل عليا اسأل عليا من يوم للتاني للتاني اسأل عليا اسأل عليا اسأل علي من يوم للتاني للتاني اسأل علي بتتلخفن لما حد بيوقفك اثناء الغنى. طيب معلش انت سمعتني حاجه لشيرين ودلوقتي حاجه لشيرين، انا عايزاك بس تفصل الاغنيه دي وتسمعني حاجه تاني لحد تاني. حاضر. اسمع حضرتك كفاك اعذار بتاع تامر حسني. اوكي اتفضل. بتهمك راحتي زي ما بتقول، كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول انك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرقني وجعي بيطول. لو فعلا بتهمك راحتي زي ما بتقول، كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول انك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرقني وجعي بيطول. كفاياك اعذار والاخر مره هقولها لك، كفاياك اعذار مش دايما هنسى وهصفالك على الوضع ده، لا الجاي مش خير ولو هتطول نهايتنا خليها في بالك، هتيجي في يوم هتلاقي نتيجة إهمالك، عايشة وحيد والجرح كبير. لا 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 دايما بيكون الاب في علامه مميزه بالنسبه، وخصوصا لما يكون الابن مقرب ليه او حتى لو مش مقرب ليه، الاب دايما بيسيب علامه جوه الولد غير البنت كمان. باباك بالنسبه لك ايه؟ ولو برضو حاجه جاهزه يا ريت.
والله هو بصي انا المره اللي فاتت لما اتكلمت عن امي دايما يقولوا لي ان انت بالظبط. ما انا رايح عشان كده والدتك اكتر من والدك وكده. انا عشان كده برضو قلنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الام، والمره دي عايزاك تقول لنا عن الاب عشان محدش يزعل. بس للاسف وقت حلقتي خلص، فهضطر حضرتك هتسمعني عن الاب عشان المشاهدين ما تزعلش ونلبي طلباتهم، وبرضو عمر بعد حضرتك يسمع مشاهدين حاجه. اتفضل يا استاذ علي. تمام. لما ظهره ينحني، قوم يابا سكت ليه، فين طلتك، تعبت ولا الدنيا يا غالي هدتك؟ لا يابا اوعى يكون عمرك خلص، ده انا لسه حاسس بيك وسامع خطوتك. يا ما قلت اجل من غيرنا، مش حاسس انك شايل جبل، ساكت وبتداري الهم بضحكتك. لا يابا مستحيل يكون ده كفنك، ده كفني يا عمري، في خير مين هنعيش وانت خلاص هتكفل جنتك؟ من مطر الأسى مين هيفرد علينا جناحه؟ مين لأجل راحتنا هيدفع بالعرج وكفاحه؟ لو كل الدنيا قالت يا غدر انت وحدك جيشي وسلاحه، عرفت يعني ايه كنت ضعيف وبيه بقيت مسنود؟ قفلت الدنيا ببنها فتح لي كل السدود. لو طال يطير في السما، لو طال يطير في الفضا، ويجيب لي حتة من السما ويخط بينا الليالي، ويعدي ما بينا حدود، ويعدي بينا حدود. كل حاجة في الدنيا بسبب، وانت سبب كوني في الوجود. جسمي في الدنيا بس في قلبي مكان مهوش موجود، نار الفراق مش عاوزة تنطفي، وكل مهدة أعيش في ذكرياتك وحكاياتك وسعادتك وأهاتك. آه يا نار قلبي لما أتمنى كلمة أو للحظة ما بينا تعود. عرفت يعني إيه تبقى مهموم وتلاقي قلبي بيطبطب عليك في شدتك؟ طب عارف لما تغلط فيعاقبك ويرجع يبوسك ويمسح دمعتك؟ عارف يعني إيه يبقى مش معاه ويستلف عشان يسعدك؟ طب العيد جاي ودينه حي وهو همه وفرحتك، يظهر لك قاسي ويشخط وجواه بيقولك عشان بكرة ودنيتك. عارف يعني ايه لو من جسمه وعمره يديك من صحته لو طال عشان صحتك؟ عارف يعني ايه عايزك احلى حاجة في الدنيا كلها وهو عارف انك مسيرك هتاخدك دنيتك؟ عارف يعني ايه يجري في نص الليالي يخبط على الف باب عشان حقنتك؟ عارف لما يكون نجاحك حياته، ولما ظهره ينحني سعادته لما يبص لك، سعادته لما يبص لك. الله عليك يا استاذ علي. طبعا انا مبسوطه بوجود حضرتك معايا المره الثانيه، وان شاء الله يبقى لينا لقاءات ثانيه كتير. ده شرف ليا وان انا اكون مع حضرتك ومع الفنان الكبير. مش للسؤال. قول لي يا عمر سريعا كده، عايزه هختم طبعا بيك اغنيه لسميره سعيد، ممكن؟ وانا بحب اغنيه ايه اللي ممكن تغنوه لسميره سعيد نختم بيه؟ الجاني بعد يومين. طب اتفضل، يعني ايه هنختم بيك، وانا اتشرفت بوجودك معايا، والف مبروك على التكريم، وان شاء الله تبقى معايا في فقرات تانية باذن الله. اتفضل. إن شاء الله. الجاني بعد يومين يبكيني بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا نار الدين، وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد. لا 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 لا، الجاني بعد يومين يبكيني بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد. لا 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 لا، وانا اللي كنت فاكره ان اللي اشتكي من بعضي في
قلبه أوعى.